الرستا 2/10/2013. مرحبا اخي، أهلين أهلين خير، شلونك؟ الحمد لله رب العالمين. اخي فيك تشرح لي شوي عن الدمار والقصف الصاير هون بالحارة؟ هذا من طيران بشير الأسود، كل نهار والتاني بعد ما طيروا بتبلش السلخ فينا، ما ظل بيت عبيد، ما في حد ساكن، كله مهجر برات البلد. بتنادر ما حتى تلاقي بيت هيك ساكنين، هذول الفقراء بيكون ما عندهم شيء، لا حول ولا قوة ما إلا عندهم بالله. قدرة يطلعوا برا. شوف شوف بين كل هالبيوت هاي ولا سكن، ولا ثلاث ارباع الرستن ما فيها بيتين ثلاثة. لا حول ولا قوة. هذا هو كلياته دمار بالشرق اسد، من قزايف الصواريخ الميج، كل نهار يعني اذا ما ضربوك بالقزايف كتيبة الهندسة بيبعت لك الطيران، العنقود هاي الفسفور هاي حتى ضربوه غازات سامة، شو من اكثر من هيك يعني؟ لا حول ولا قوة.